السلام عليكم البنات، اليوم غادي نقدم لكم اول فيديو ليا في هذه القناه، عباره عن وصفه ديال المغرب. تنحتاج المقادير، تنحتاج السميده، جوج كيسان، جوج سميده، جوج كيسان ونص ديال السميده، ونص كاس ديال الدقيق الفرص. عندنا معلقه صغيره ديال الملحه، عندنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وعندنا جوج صاشيات ديال الخميره الكيماويه. على بركه الله نبداو دابا ناخذو جوج كيسان سمنه، جوج كيسان ونص، ونكملو بالفرص. هاهما، تنديرو الملحة، تنديرو الخميرة الخبز معلقة، من بعد عنديرو صاشيات ديال الخميرة، لأن إلا درتهم دابا وطحنتهم غادي تفقد هذا ديالها، لذلك غنديرو دابا ثلاثة أو أربعة الكيسان ديال الماء، يكون الماء دافي. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، غادي نخلطوهم. من بعد ما يتخلطوا غادي نطحنوا هذا الخليط، غنطحنوا من بعد ما نطحنوا غادي نعاودوا نرجعوا باش نديروا الخميره الكيماويه، دوك الصاشيات اللي جوج صاشيات. بعد ما طحنا الخليط ها هو، دابا غادي نضيفو عليه دوك لي صاشيات، جوج صاشيات سلة، نطربوهم بالطراب اليدوي، لأن إلا طلبناهم بالطراب ديال الكهرباء غادي يفقد، معاديش تخلي لنا هذا العجين يخبر. بعد ما خلصنا غادي نتركوه شي 10 دقائق حتى 15 دقيقة حتى يخمر، وغادي نرجعو معاكم. دابا بعد ما خمرنا المغرب غادي نحركوه، غادي نبداو نطيبو. ها هو جاهز، نديرو في المقلة الثقيلة والعجيبة. نبداو نطيبو، يقرا
بقيت تقل من غير يسهل، يعني كان عندك الماء صدي دغيا توجديه، ما تحتاج شي وقت طويل ولا بسم الله. تجي زوين وراقي، نكملو العملية الثانية نكملو. نبقاو على هذه الطريقه حتى نساليو هذا الاسميتو، سنعود بعد قليل. بعد ما كملنا الطياب ديال البغرير، ها هو الطبق النهائي. نتمنى يعجبكم ويروقكم وتعجبوا وديروا بحالو، وتشجعوني لان اول مره تنقدم لكم هذه الوصفه. نتمنى تعجبكم، مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.